يلا مساكم. اليوم فقرتي اسمها فنيالك هوا. فنيالك هوا مع اختكم سنة. بتسولف وبنسولف معاكم وبنتشارك معاكم في سوالف الدنيا. لا بنحلل ولا بنحرم ولا بنصلح ولا بنقلط. احنا بس السوالف الدارجة واللي نسمعها بنتناقشها. انزين ببتدي اول يوم فقرتي بنتكلم عنا احنا، عن طبعنا اللي ربك مو بعارفه من وين يبنوه وما يلوق علينا، لكن هذه الطبع اللي فينا. طبع ان احنا ندقر في بعضنا، نحبط بعضنا، ابدا نكسر هايس كل واحد عنده اي شيء مميز فيه. ليش ما ادري؟ مع انه والله احنا نحب بعضنا، لكن هذه الاسلوب مو بعارفه من وين جايبينه. يعني حتى جايب لنا اكتئاب وصايره نظرتنا تشاؤميه، ما عارف ليش. زين انا بضرب لكم مثل صار عندنا حديث شبابنا وشاباتنا مسلطين عليهم الضوء من الزين وحاطين دوبنا ودوبهم، ما تقولون عيالنا تقولون اعدائنا. مركزين ايش عنده الصيه اللي عقاله على صوب اللي ما يطالع الا على طرف، عباله ما في احلى منه. لا والله، والتشيكن ناجتس اللي تعلم لي كلمتين او ماي جاد او ماي جاد شو له. زين هو طبعه كذي مو قالت زين اللي سوى؟ والله والد ميري اللي ما يسمع لنا الانجليزي والعربي والسامري متبري منه، وعليه هو ما تبرى من السامري ولا قول ما بقي ذوقه مزاجه. واخذوا من هالالفاظ، يعني حين اللي يسمعنا اللي تحكينا عن عيالنا يقولون ذيلين عيالهم ما يعرفون شيء، ما يفهمون شيء، ما يدرون بالدنيا. لا والله، الصراحة إحنا لو نقلب الموضوع شوية ونطالع إيش في عيالنا زين، كان شفنا أشياء وأشياء وأشياء وأحسن من عيال غيرنا وايد. خلوني أقول لكم عن الناحية مثلاً الثقافية العلمية. تدرون أنتوا أقل شاب عنده شهادة معهد، وعقبها يتدرج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. أعرف شاب بعمر الورد أقل من 30 سنة عنده دكتوراه في القانون وثلاث شهادات. اللي سلمكم في دول ثانية يوصل عمره 60 سنة وساعة يصير الزهايمر ولحين ما أخذ الدكتوراه، وإحنا شاب صغير في عمر الورد. قط إحنا فكرنا نقول له ما شاء الله عليك أنت وايد دراستك زينة ولك مستقبل. لا أبداً، ويعاد شو لا يذبح روحه في الدراسة، حد موظف ويستلم راتب آخر الشهر. ليش؟ والله ذي الدراسة تنفع العمر كله، توصلهم حق أعلى المراكز. يبي له صبر، يبي له سلم يركبونه خطوة خطوة بيوصلونه من البداية. حبطة راوة، ترى أنت ما منك فايدة، هاللي سويته كله ما بينفعك. إنزين ليش نروح بعيد بعد؟ هذه جزء من العلم اللي عندهم. تشوف ثقافته، تشوف منطقة في الحديث اللي يتكلم لك في أي موضوع عنده دراية، إن موضوع سياسي، إن موضوع اقتصادي، الموضوع اجتماعي. ذاك المنطق، ذاك الاسلوب، ذاك اللقة، ذيك اللهجة الحلوة اللي يشرح خاطرك اللي شافيته من جمال لقته. قط احنا لاحظنا ذي؟ لا. إذا لو يتحكى مع واحد ترش بنقول بيه ش عنده الصية؟ لا قاعد زايد لحيته، عبالة حين زاد، عبالة حين هو عاد رافع روحه. لا والله، والتشيكن ناجت لابس لي شورت ومصبط شعره بجل. إنسان هو ما تجاوز حدود الأدب والأخلاق، هذه ذوقة. لكن هل هذه يقلل من قدره، يقلل من معلوماته، يقلل من ثقافته؟ لا. إنزين بقول لكم، قبل فترة صغيرة ما وعينا إلا واتساب تداول العالم كله. هالواتساب شاب أوروبي يشتغل يبيع ذهب. ادخلت واحدة وقالت له أنا دبلتي محتاجة ببيعها لك. قام الفقير وشيكها وعطاها فلوس وقال لها من عندي وخلي دبلتش ما دام تعني لك شيء. الله ايش سوى البلد؟ استوى. يعني شو اوصف لكم؟ مثل اعلى للادب، للاخلاق، للتربيه، واللي دموع، واللي تقول كسر خاطري عليه، واللي تقول حبيته، واللي تقول بعرض الزواج عليه. شو له؟ ايش سوى هو اللي سلمكم؟ سوى شيء انساني كل الناس المفروض تسويها؟ عيال تعالوا شوفوا بناتنا وأولادنا ما شاء الله تبارك الله عليهم، تتحل إبهم بالعمل التطوعي اللي مسوينه. كل واحد يقول الزود عندي من العمل. أفكار وإبداع سووا تناسب شعب البحرين،
ودراسات ما نوجدت، هي من الناحية المادية، هي من الناحية التطوعية. حتى الشباب اللي تطوع لازم يكون متخصص. إذا مشروع بيتكم بيتنا، لازم اللي بتطوع يكون مهندس عشان يشوف البيوت ويشوف اللي محتاجينها. لازم يكون إداري وإداري متفوق علشان يدبر لهم خطة استراتيجية شلون يطلع لهم المال. وأخذ من هذه التخصصات. أنتوا تدرون من كثر البنات والأولاد المتخصصين عندنا واللي يبون يتطوعون واللي مقدمين في هالمشاريع، يقول لك يعطون بس فرصة واحدة حق كل بنت وولد. زين هذه الصية مالينا، هذا الشيكن ناجتس. أنا ترى والي البلدان الثانية تتمنى ربع عيالنا، لكن نحن الأحباط أكثر الخواطر. إيش سويته وانت ولا عادي غيركم يسوي أحسن منكم؟ لا والله غيرهم ما يسوي أحسن منهم. من اللي ضحي بوقته؟ من اللي ضحي بأناسته؟ من اللي حط حتى من مصروفه ويدفع؟ إلا الإنسان الطيب. صراحة عيالنا إلا طيبين وما في أحسن منهم. انزل سفينة شباب العالم، الحكومة اليابانية بجلالة قدرها اللي الناس تحتذي بها. تروج كتبت في تقريرها الأخيري من أفضل شباب العالم اللي أثروا في شبابنا من أخلاقهم وعلمهم وذوقهم ورقيهم في التعامل شباب مملكة البحرين. الله الله على هالقصة اللي قالوها لي. عيال أنا أولى من عيالنا؟ عيال أنا اللي بفخر بهم وبتباها وبقول والله ترى عيالنا وصلوا العالمية وقاموا يحتذون بهم. هذه الصية مالينا، هذه الشيكن ناجتس. انزين الحين أنا بقول لكم، الحين إحنا بنقول الكبار يدقرون في بعضهم، عيال الشباب ليش يدقرون في بعضهم؟ لأن استوى طبع، استوى صفة موروثة. تصدقوني آخر شيء في الانستغرام واحد كاتب: أخوي الصية لو سمحت ترى مع الحر تقدر تأكل آيس كريم، مو شرط تشرب شاي كرك. ليش؟ الشاي الكرك حرام، لو بس مخصص حق الصية. مزاجه ذوقه حب. إحنا شعب البحرين نموت على الشاي الحليب وبالذات العصر، نقند راسنا عليه. مزاجه شو الغلط تكتب في الانستغرام وتخلي 1000 واحد يعلق عليه وعيب عليه ولأنه صية بس بطل سيارته وشرب شاي كرك؟ مو بغلط الغلط إلا أنت. وين تبونا يطلع عندنا مبدعين؟ اللي سلمكم وين يطلع عندنا موهوبين؟ وين يطلعون عندنا هالمحاميين اللي يتحدث ما ودك يسكت من حالات كلامه ومن اسلوبه؟ وين تبون يطلعون من عندنا رياضيين مفكرين؟ وإذا هذه اسلوبنا من يقعد ليه ما يروح بيته أحباط في كل مكان؟ ما يصير كذي. وهذه فنيال قهوتي اليوم، فنيالي بحريني، والختام سلام مني لكم.